مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. السلام للجميع. اليوم عنا انبوكسينغ لثلاث باكيجات. ثلاث باكيجات. ايش هذا؟ خلينا نشوف. نبدا بهذا الصغير. يلا افتح هيك من هون. شو رايك؟ بس لانه في اشي انا خايف يكون هو هداك الجرين. اوكي دوكي. يس، امسك افتح. يعني عندنا هون water kefir grains. اوكي، سريعا احكي لكم شو هذا water kefir grain. هذا طبعا الاميون سيستم تبعنا تبع الجسم بيعتمد كتير على البكتيريا اللي موجوده في الامعاء، وكثير ناس للاسف بيهملوا هذا الشيء. ففي شغلة اسمها كيفير، بعرفوها اللي درسوا في روسيا، معظمهم بيعملوها من الحليب. هذه بتقدر تسويها بكتيريا كويسة للجسم اللي موجودة هون، وبتقدر تسوي كيفير من المية وبتخمرها لمدة طويلة، يعني هيك لمدة يوم، وبتشربها فيها بكتيريا كويسة. هي عبارة عن بكتيريا وبتقدر حنجربها، وحعملكم فيديو عنها. make your own fermented sparkling بروبيوتيك، يعني فيها كتير بروبيوتيك. كلكم بتعرفوا على البروبيوتيك. شغلة بيلت اسمها رولر كوستر بيلت، ورجينا اياها. هاي طلبها ادم. من كتر ما باكل بضعف. هيك والفرونت. اوكي بتروح هون. هاي عشان تحط الميدالية فيها. والله تقيل هذا البلد. اوه هيك، هذا هيك زي تبع الطيارة. اوكي، هذا حط الغاز. طيب اللي بعده. هون في بلالين. بلالين UV sterilizing toothbrush holder. هذا يا جماعة بتحتاجه كتير كتير كتير. بديش احكي لكم ليش بنحتاجه. كنا بنعرف قديش الحمام للأسف وسخ. كل مرة انت بتعمل فيها السيفون، المية هاي بتطرطش وبتروح وين؟ اكيد على فرشاة اسنان اللي انت بتستخدمها. فهذا عبارة عن USB charging. هذا الـ USB cable تبعها موجود USB عادي، وبتحط فيها معجون الاسنان هون. هون بتحط معجون الاسنان، بتصير تنزل بس بتضغط هيك، فمعجون الاسنان بنزل. وهون بتحط فراش الاسنان بعملها UV sterilization. هاي شغلة مهمة جدا. انا اكتشفت انه كان عندي واحدة بتغطي بس، هاي بتعمل sterilization، فاكيد حنستخدمها ونحكي لكم رأينا فيها. والباكج الاخير اليوم فتح. اوكي شو رأيك؟ الباكج الأخير اليوم هون. يشيل الكوب هون. ميني إكستنشن فول ترايبود للجو برو. نفتحها شوي. واو. اوه. بس. في اكستنجن بس صغير، وصراحة هو محطوط فيه البراند تبع الجوبرو. هذا هو بس. يعني. بس هيك بصير صغير كتير. كويس للجوبرو بس. مش
عارف حاسه بلاستيك هيك تشيب يا. هذا سعره أكثر من 55 دولار. يا. It's like cheap plastic. I don't know. ما بعرف. توقعته إنه يكون أطول شوية. مع صغير كتير يعني هيك. ما. Anyway. هون في. بس هذا هو موجود في كل البوكس. ما في شيء تاني. ما في أي شيء تاني في البوكس. هادي هاي شو هاي؟ هاي لشعر عشان ايش؟ نلف الشعر هيك نحمي الشعر ونلفه. وطبعا هادي عشان ما تحرق على الايد. في تمبرتشر هاي قديش بدك اياها حامية مش حامية. هاي عشان تسوي قرقرقرقرقر بالشعر. يعني هاي الشغلات اللي سويناها اليوم شغلات سريعة حبينا نشارككم فيها. نراكم في حلقات قادمة وسلام للجميع. بس لا اذا بده يحضر الحلقات القادمه شو لازم يسوي؟ اعملوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم بحلقات ثانيه. نحكي اذا لايك لايكوا، واذا شير شيروا، واذا سبسكرايب سبسكرايبوا. سلام.